اهلا بكم ماده دوائيه اثرت جدلا يعد من الاكبر على مدى تاريخ الطب الكورتيزون دواء يستخدم كعلاج اساسي وفعال للعديد من الامراض المناعيه والتنفسيه وكذلك الجلديه الا ان الكثير من الناس تعتقد بانه يشكل خطرا كبيرا على صحتها ومن الوصفات الطبيه التي تثير الرعب حتى وصل الامر الى تشكل حاله او حاله فوبيا عرفت بفوبيا الكورتيزون كيف نستخدم دواء الكورتيزون دون اضرار وبطريقه امنه وصحيه؟ ينضم الينا في الاستوديو الدكتور احمد المشهور اختصاصي الامراض الجلديه، دكتور صباح الخير صباح الخير سعد صباحك. يعني الله يعينكم على جوجل وعلينا، فبالتالي اليوم المريض اصبح يعني انت تدرس سبع سنين او ست سنين في الجامعه واكثر واكثر اختصاص وال... بيجي المريض يقول لك والله الكورتيزون قد يسبب لي بعض الاعراض وغيرها اولا خلينا نسال السؤال اللي اللي احنا سالناه بالبدايه ما هي هل هناك طرق امنه لاستخدام الكورتيزون ام لا؟ طبعا الكورتيزون مثله مثل اي دواء هو من بدايه الستينات بلش اكتشف وبلش يستخدم هو بالاساس في في هرمون محاكي له بالجسم اسمه الكورتيزول هو هرمون الشده بيفرزه الجسم لينظم كثير من الاشياء بيعطي طاقه للجسم كمان بسموه كمان مضاد اكتئاب الكورتيزون بشكل عام من الهرمونات هلا لما اكتشف الدواء بالستينات وبلش استخدامه كان من اهم الادويه من اهم الادويه اللي اكتشفت لانه ممكن يكون هو هو علاج وحيد او دواء وحيد لكثير من الحالات الاساسيه والرئيسيه لا يمكن الاستغناء عنه مه. يعني في امراض الربو في الامراض التنفسيه في الامراض المناعيه لما يكون في عندنا اضطراب في المناعه والجسم يبلش يهاجم نفسه في الامراض الروماتيزم وعندنا في امراض الجلديه هو حجر رئيسي او حجر اساسي في علاج الكثير من الامراض الاكزيما ما الصداف الحساسية بشكل عام اللي عم بيصير مثل ما تفضلت فيه انه المريض عم بيخاف صار في ترند عالمي هو الكورتيكوفوبيا الخوف من الكورتيزون يعني انا بيجوني مرضى لما ببلش اكتب له دواء او بنشخص الحال انه في عندك اكزيما رح تستخدم هالكريم مباشره ان ادفانس بيقول لي ما بدي كورتيزون خاصه لو كان اطفال يعني لطفل فالاب او الام دكتور بليز وداوت كورتيزون ما في علاج من دون كورتيزون لما بساله طيب ليش ما بدك كورتيزون ما بيعرف هو بيعرف انه الكورتيزون إيه انه الكورتيزون مضر الكورتيزون مضر في مثله مثل اي دواء في حال استخدم خارج نطاق الوصفه في حال استخدم لمده طويله يعني طب امتى بيزود الوزن امتى بيعمل زياده في الوزن إيه هلأ, هلا سؤال, هلأ سؤال, سؤال مهم للنساء صحيح صحيح هلا بيزود الوزن لما نكون عم ناخده على شكل حبوب او شرابات او حقن لمده طويله بصير في عندنا فعلا احتباس بالسوائل بصير في بصير في زياده انزياب الانسولين فبصير في زياده بالوزن ولكن لمده طويله يعني عم نحكي نحن اكيد فوق ثلاث اربع اسابيع لحتى تبلش تظهر هاي الاعراض عنا بالجلديه ما له استخدام الا نادر آه ليكون آه آه للامراض الكرونيك او المزمنه بنستخدمه لكن يكون بشكل مدروس كمان، مم. يعني بنعطي الجرعه على حسب الوزن، بنعطي الجرعه على حسب الاعراض وبنبلش ننزل فيها تدريجيا لانه نقطه مهمه بالكورتيزون كمان خاصه الاشخاص اللي عم ياخذوه على شكل حبوب لـ لـ لامراض مزمنه طويل. ممنوع ايقافه بشكل مباشر، لانه هو لما عم ناخذ الكورتيزون عم بنثبط افراز الكورتيزون من الجسم. مم. لانه في شيء اسمه التلقيم الراجع السلبي يعني الجسم في عنده سنسر لو كان في كورتيزون حيوقف افراز كورتيزون لكن انت عم في عندك بالجسم كورتيزون مصدر خارجي انت صحيت اليوم ووقفت الجسم م. بده فترة لحتى يرجع يفرز، فهالجاب هي راح تدخل وتعمل لك اعراض ومشاكل كثيرة وتعب طيب. ودوخة واسهالات كثير، فهي له طريقة معينة متى ما استخدمناه فوق الثلاث أسابيع لازم يبلش تدريجياً نوقفه تخفيف لكو. الجرعة فوق الثلاث أسابيع تخفيف الجرعة قولاً طيب. واحداً. هناك من من يعتقد أو هناك من يسمع خلينا نقول من, من خلال م. جوجل بأنه لا أنا ما آخذ الكورتيزون، آخذ كورتيزون اخف على الاقل نوعا ما مم. هل هذا الامر صحيح ولا هو ذاته؟ سؤالك جدا رائع الهيدروكورتيزون هو اخف انواع الكورتيزون على شكل كريمات او على شكل حقن هو من اخف الانواع مم. وبالتالي الاقل ضررا هو فعال جدا لكن الكورتيزون بشكل عام له اخف الانواع الهيدروكورتيزون وفي انواع كثير قويه لايك الدبروزون وفي انواع وسط لايك الموميتازون <applause> هي اسماء العلميه في اسماء <applause> تجاريه كثيره مين اللي بيحدد شو النوع اللي على لازم العائلة yes. يس <applause> <applause> مين اللي بيحدد شو النوع اللي بدك اياه طبيب <applause> حصرا يعني انا ممكن اعطيك كريمين في عندك انت مشكله بالوجه ومشكله بالجسم هي نفس المشكله اكزيما <applause> <applause> لكن اللي راح يكون للوجه هيدروكورتيزون وراح يكون للجسم ديبروزون لانه تعتمد على سماكه الجلد بدنا نحدد مدى الامتصاص <تصفيق> <تصفيق> فبالتالي انا بعطيك الجرعه وبعطيك نوع الكورتيزون وبعطيك المده هي يجب ان تتقيد بها اللي عم بيصير في مريضة عم عم من الصيدلية بشكل مباشر أو مريض عم ياخذه من صديقه أو مريض عم يقرأ عنه صح. وعم يتحسن الأعراض أو أنه يعني موجود بخزانة بالبيت عائلة. فعم تتحسن الأعراض ودن مثلا يومين ثلاثة أربعة فالمريض ينبسط فبيبلش بيكمل فيه أكثر هون تبلش المشاكل م. لو استخدمنا هالكريمات على مدى طويل رح يصير في ضمور في الجلد رح يصير في تشققات في الجلد رح يصير ممكن لو استخدموا على الوش في شيء اسمه الستيرويد أكني بيطلع عنده حب بشكل مشوه للبشرة بشكل عام في عندي مرضى كمان بيستخدموه للتبييض وهي مشكله بحد ذاتها كمان انه الكورتيزون له فعاليه قليله لكن ليس له استطباب ابدا في عمليه تبييض الوش م. لانه هذا رح مجرد ما توقفه راح يصير في اندفاع وبثور وما له استطباب بهالموضوع سايد افكت المراهم الكريمات اللي ممكن تستخدم للاطفال لمعالجه الالتهابات او الفطريات ممكن تؤدي الى تغير في لون آه الجلد في بعض المناطق م. بسبب م. استخدام الكورتيزون؟ طبعا طبعا ممكن يغير في اللون وممكن يغير في التشخيص، يعني نحن انا بنصح اي مريض عنده افه طلعت على جلده بفكرها اكزيما او حزازه راجع جوجل سال الصيدلي بيستخدمه لمده يومين ثلاثه، لو ما تحسنت لازم يروح للطبيب. ثاني شيء لما بدنا نروح للطبيب المفروض نوقف الكورتيزون على الاقل كمان يومين ثلاثه قبل، لانه لو رحت للطبيب ما راح يعرف يشخصه. كثير عم تصعب علينا الحاله لانه الكورتيزون خف الاعراض يعني الكورتيزون هو انتي إنفلاماتوري رح يخفف الاحمرار رح يخفف الحكه فما عاد فينا نشخص صارت كلها مثل الافات كلها مثل بعضها او المشاكل كلها مثل بعضها فلازم نوقفه يومين ثلاثه قبل الذهاب للطبيب خليني انت قلت انه في في حتى درجات للكورتيزون لل وفي م. اعراض قد تكون شديده من الكورتيزون او يعني اثار انسحابيه خلينا نتكلم انه هل بالفعل انه ممكن يزيد الشعر؟ مم. هذه من اثارها السلبيه طبعا أيضا. طبعا هلا لو لو استخدم مثلا على الوجه مباشره ممكن يزيد لانه الكورتيزون لا تنسى انه هو مشتق هرموني هو اسمها هرمونات قشر الكظر فهي الهرمونات مرتبطه بهرمونات اخرى الجسم كله مرتبط ب... بمجموعه من الهرمونات لو لو ارتفع واحد حينزل الهرمون الثاني حيتاثر الهرمون الثالث فراح يصير ممكن عندك شعرانيه راح يصير في عندك مثلا لو اخذناه على مدى طويل هشاشه بالعظام جب. طبعا راح ياثر لو, لو أثر أثر جانبي طبعا اضطراب في الشوارد زياده في الوزن في كثير اشياء لو اخذنا جهازي انا عم بحكي م. انا اللي بدي ركز عليه انه موضوع الكورتيكوفوبيا بالاختصاص الامراض الجلديه م. للمرضى ما تخافوا يعني لانه, لأنه هذا علاج وحيد بعد ما بعد ما نعالج الحاله الحاده في بدائل للكورتيزون للمدى الطويل اسمها بدائل الكورتيزون، هي بتستخدمها بشكل امن من دون الاثار الجانبيه، لكن في الحاله الحاده م. يجب ان تستخدم الكورتيزون وتلتزم بتعليمات الطبيب وما تخاف، هو دواء هي. فعال وامن. يعني اتركوا استاذ جوجل جانبا واعطوا الخبزه خبازه كما يقال، واعطوا تماما الدكتور فرصه لتشخيص وبالتالي ايضا تشخيص المرض واعطاكم العلاج المناسب. الدكتور احمد المشهور اختصاصي الامراض الجلديه. شكرا, شكرا جزيلا شكرا, شكرا لكم. دكتور.